دعونا نرى إذا كان بالإمكان أن نتعلم شيء أو شيئان عن القطع الزائد. القطع الزائد. وبعيدا عن كل القطعات المخروطية، فربما هذا سيربك بعض الأشخاص كثيرا، لأنه ليس سهل الرسم كرسم الدائرة والقطع الناقص، فعلينا استعمال بعض من الجبر، لكن أتمنى أنه من خلال هذا العرض ستكون مرتاحا بعض الشيء، وسترى أن القطاعات الزائدة بطريقة ما ممتعة أكثر من أي من القطاعات المخروطية الأخرى. قليل من المراجعة أريد القيام بهذا لترى وجه التشابه بين الصيغ أو الشكل المثالي للقطاعات المخروطية المختلفة. فإذا كان لدينا دائرة مركزها على صفر ومعادلتها هي X تربيع زائد Y تربيع يساوي R تربيع، وكما رأينا فإن هذا يمكن كتابته وأنا سأقوم بهذا لأني أريد أن أوضح لكم أن هذا نفس المعادلة المألوفة للقطع الناقص. فإذا قسمنا كلا الطرفين على R تربيع نحصل على X تربيع على R تربيع زائد Y تربيع على R تربيع يساوي 1، ولهذا السبب هذه دائرة. ومرة أخرى الدائرة، جميع النقاط الواقعة على الدائرة لديها نفس البعد عن المركز، أو في هذه الحالة يمكنك القول أن المحور الأساسي والمحور الفرعي لهما نفس البعد حيث أنه لا اختلاف بين النقطتين، فالمسافة هي نفسها من المركز. إذن هذه هي الدائرة، والقطع الناقص يشبه هذا كثيرا، لكن هذان العددان يمكن أن يكونا مختلفين لأن المسافة من المركز يمكن أن تتغير. إذن X تربيع على A تربيع زائد Y تربيع على B تربيع يساوي 1، فهذا هو القطع الناقص. والآن سأتخطى القطع المكافئ لأنه حالة مثيرة للاهتمام وقد استعرضناه سابقا وسأتعمق أكثر به في المستقبل، لكن صيغة القطع الزائد قريبة من هذا نوعا ما، وهناك طريقتان يمكن بهما كتابة القطع الزائد وسأقوم بهما لاحقا. فيمكن أن يكتب على صورة هنا X تربيع على A تربيع ناقص Y تربيع على B تربيع ويساوي 1، ولاحظ الفرق الوحيد بين هذه المعادلة وتلك أنه بدلا من Y تربيع لدينا ناقص Y تربيع، إذن هذا يكون قطع زائد 1، والآخر هو إذا كانت الإشارة سالبة بالاتجاه الآخر، إذا كانت Y تربيع على B تربيع ناقص X تربيع على A تربيع ويساوي 1. إذن الآن الإشارة السالبة أمام عبارة X تربيع بدلا من عبارة Y تربيع، وما أريد فعله الآن هو محاولة إيجاد كيف يمكن لنا أن نرسم كل من هذه القطاعات المكافئة، وربما يمكننا استخدام الطريقتين وبمساعدة الكتب أو إذا قمت باستخراجها من الإنترنت سيعطونك الصيغ، لكن لا أفضل هذه الصيغ أولا لأنني أنساها دائما وستنساها بسرعة بعد الامتحان، وربما أردت أن تحفظها إذا كنت ترغب بحل الامتحان بسرعة ولكنك ستنساها على أي حال. والسبب الثاني أنك لن تنساها فقط ولكنك ستشعر بالإرباك، لأنه أحيانا يستخدم A أسفل X و B أسفل Y، وأحيانا A أسفل العبارة الموجبة و B أسفل العبارة السالبة، فإذا قمت بحفظ A على B سيكون ميل خط التقارب وكل هذا، وبالتالي يمكن أن تستخدم A و B الخاطئتين، لذا فأنا أشجعكم على استخراجها بأنفسكم، وهذا ما سنفعله الآن، ولن يأخذ الكثير من الوقت. إذن هذان قطعان زائدان، وما أرغب بفعله هو أنه عندما يكون لدي قطع زائد أجد قيمة Y، ففي هذه الحالة إذا قمت بطرح X تربيع على A تربيع من كلا الطرفين فسأحصل على، دعوني أغير اللون، سأحصل على ناقص Y تربيع على B تربيع، ستكون هنا يساوي 1 ناقص X
تربيع على تربيع. ثم لنرى، أريد أن أتخلص من هذه الإشارة السالبة وأريد أن أتخلص من بي تربيع. إذن لنضرب طرفي المعادلة بي ناقص بي تربيع. فإذا ضربت الطرف الأيسر بي ناقص بي تربيع، فبي تربيع والسالب يحذفان، ويتبقى لدينا واي تربيع يساوي ناقص بي تربيع. ثم نضرب هذه العبارة فيصبح لدينا زائد ب تربيع على A تربيع ضرب X تربيع. نحن هنا ونحصل على Y تساوي، وأنا أعمل هذا لغرض الجذر التربيعي الموجب أو السالب، هذا الجذر التربيعي الموجب أو السالب. دعونا نقلب هذا لتكون لدي العبارة الموجبة أولا، B تربيع على A تربيع X تربيع ناقص B تربيع. والآن تقولون، قد قلت لنا بأن هذا سيكون سهل. حسنا، أنا أقوم بحلها وهي تبدو كشيء معقد، لكن تذكر نحن نقوم بهذا لإيجاد الخطوط التقارب للقطع الزائد لأشعركم بأننا نقوم بالحل. دعوني أقوم بهذا هنا، في الواقع أريد أن أفعل القطع الزائد الآخر. إذن القطع الزائد، إذا كان هذا محور الإكس وهذا محور الواي لديهما خط تقارب، وخطي التقارب هما هذان الخطان اللذان يقترب منهما القطع الزائد. فإذا كان هذان خطي التقارب وهما دائما الميل السالب لبعضهما، نحن نعرف أن هذا قطع زائد، وسأوضح بسرعة أي واحد منهما سيشبه هذا، حيث كلما اقتربنا من ما لا نهاية سنقترب أكثر من هذا الخط وذاك الخط، وسيبدو هكذا. لم أقم برسمه جيدا، فهو لا يلامس الخط، بل إنه يقترب أكثر فأكثر، أي أقرب إلى خط التقارب. فهو إما سيشبه هذا حيث أنه مفتوح إلى اليمين واليسار، أو أن القطع الزائد سيكون مفتوحا للأعلى والأسفل. إذن مفتوحا للأعلى أو الأسفل. ومرة أخرى عندما نقترب أكثر فأكثر لخط التقارب، فهذا يعني أنه سيكون قريبا أكثر فأكثر لواحد من هذه الخطوط بدون ملامستها، سيقترب أكثر كلما ابتعدنا أكثر، وستصبح X أكبر. ولتحديد أي من هذه موجودة لنفكر فيما سيحدث عندما تصبح X كبيرة إلى ما لا نهاية. إذن عندما X تقترب من ما لا نهاية، إذن عندما تقترب X إلى ما لا نهاية أو تقترب من ما لا نهاية السالبة، سأقول ما لا نهاية موجبة أو سالبة، أليس كذلك؟ هذا لا يهم، لأنه عندما نأخذ السالب تصبح هذه مربعة، إذن هذا العدد سيصبح ضخم كلما اقتربنا من ما لا نهاية الموجبة والسالبة. وستتعلم أكثر عن هذا عندما نضع الحدود، لكن أعتقد أن هذا بديهي، أن هذا العدد سيصبح ضخم، هذا العدد ثابت سيبقى كما هو. إذا عندما تقترب X من موجب أو سالب ما لا نهاية وهي كبيرة جدا جدا، فإن قيمة Y تصبح تقريبا تساوي، في الواقع أعتقد أن هذا مناسب هنا، دائما أنسى التدوين، تقريبا هذا يعني ليس بالضبط بل تقريبا يساوي، عندما تقترب X إلى ما لا نهاية ستكون تقريبا مساوية لزائد أو ناقص الجذر التربيعي لB تربيع على A تربيع X تربيع. وهذا يساوي، الآن يمكن أخذ الجذر التربيعي، لا يمكنك أخذ الجذر التربيعي لهذه القيمة الجبرية، لكن يمكنك لهذه، هذا يساوي زائد أو ناقص B على AX.
وهذا يخبرنا ما هي خطوط التقارب، حيث الميل لخط واحد سيكون B على AX، وهذا سيعطي الناتج الموجب، والآخر هو ناقص B على AX، وسأفعل هذا مع أمثلة أخرى لأوضح الأمور أكثر، لكن لازلنا نعلم ما هو شكل خطوط التقارب، هما هذان الخطان، لكن واحد هو موجب B على AX، Y تساوي موجب B على AX، لنقل أن هذا الأول، وهذا الخط هنا هو Y تساوي زائد B على AX، وأعلم أنكم لا تستطيعون قراءة ذلك، ومن ثم الميل الهابط يمكن تسميته Y، Y تساوي ناقص B على AX، إذن هذان هما الخطان، لكن لا يزال علينا أن نرى إذا كان القطع الزائد مفتوحا على اليسار واليمين أم أنه مفتوحا للأعلى والأسفل، وهنا هناك طريقتان على الأقل للقيام بذلك. الأولى حسنا هذا تقريب، أي عندما نقرب الإكس، لكن كما نرى هنا أنه عندما نقرب الإكس إلى ما لا نهاية فستصبح القيمة أقل من ذلك العدد، لأننا نطرح عدد موجب من هذا، نطرح عدد موجب ومن ثم نأخذ الجذر التربيعي للعدد الكلي، إذا نحن دائما سنتجه لتكون القيمة أقل من الخط بشكل خاص عندما نكون على الربع الموجب، صحيح. بالنسبة لي فإنني أحب القيام بهذا، أعتقد أننا دائما على الأقل في هذا الربع الموجب سيكون هذا مربكا، عندما ننتقل إلى الأربع الأخرى ستكون القيمة أقل بقليل من خط التقارب، إذا سنقترب من الأسفل، وعندما نعرف أننا هنا ستعلم أن هذا سيكون كهذا ويقترب من الخط، ثم عندما يكون مفتوح لليمين سيكون أيضا مفتوحا لليسار، والطريقة الأخرى لاختبار هذا وربما ستكون بديهية أكثر بالنسبة لكم أن تجدوا في المعادلة الأصلية هل X أو Y يمكن أن تساوي صفر، لأنه عندما يفتح لليمين واليسار فلا يمكن لX أن تساوي صفر، نحصل على Y تساوي صفر هنا وهنا، لكن أبدا لا نحصل على X تساوي صفر، وربما سيطلب منك أستاذك أن تعين النقاط ومن ثم نستبدل Y تساوي صفر، ويمكن أن تنظر فقط إلى المعادلة الأصلية، في الواقع يمكنك أن تنظر لهذه المعادلة، هل يمكن لX أن تساوي صفر؟ إذا نظرت إلى هذه المعادلة وإذا كانت X تساوي صفر كل هذه العبارة هنا ستلغى ويتبقى لدينا ناقص B تربيع، أي نأخذ B تربيع ونضع إشارة سالبة أمامها، إذن هذا عدد سالب، ثم نأخذ الجذر التربيعي لعدد سالب، إذن نحن لا نتعامل مع أعداد وهمية الآن، فلا يمكن أن نحصل على X تساوي صفر، لكن Y يمكن أن تساوي صفر، فيمكن أن نضع Y تساوي صفر ثم نقوم بحلها، ففي هذه الحالة إذا كانت Y تساوي صفر سنحصل على صفر يساوي الجذر التربيعي ل B تربيع على A تربيع X تربيع ناقص B تربيع، فإذا قمت بتربيع كافة الأطراف ستحصل على B تربيع على A تربيع X تربيع ناقص B تربيع يساوي الصفر، أعلم أن هذا فوضوي، ثم نحصل على B تربيع على A تربيع X تربيع يساوي B تربيع، ويمكنك قسمة كافة الأطراف على B تربيع فنحصل على 1 و 1، ثم يمكنك ضرب كافة الأطراف ب A تربيع فتحصل على X تربيع يساوي A تربيع، وثم تحصل على X تساوي زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل A، إذن هذه النقطة هي A فاصلة صفر، وهذه النقطة هنا هي ناقص A فاصلة صفر، لننتقل الآن للمسألة الأخرى، أشعر بأنني لا أملك الكثير من الوقت، ولاحظوا أنه عندما كانت عبارة X موجبة
هنا فالقطع الزائد مفتوحا لليمين ولليسار. وعن طريق التحليل الاستنتاجي أنه عندما تكون عبارة y موجبة وهي الحالة هنا، سيكون القطع مفتوحا للأعلى والأسفل. ولنثبت هذا لأنفسنا لنجد y، نحصل على y تربيع على b تربيع، سنضيف x تربيع على a تربيع لكل الطرفين، فنحصل على يساوي x تربيع على a تربيع زائد 1. نضرب كافة الأطراف ب b تربيع، y تربيع يساوي b تربيع على a تربيع x تربيع زائد b تربيع. علينا توزيع b تربيع، نأخذ الجذر التربيعي، سأغير اللون، إذا y تساوي زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل b تربيع على a تربيع x تربيع زائد b تربيع. ومرة أخرى يمكننا عمل نفس الفرضية حيث x تقترب من اللانهاية، تقترب من الموجب أو السالب ما لا نهاية. هذه المعادلة، هذه ال b هي عبارة عن عدد ثابت ولن يكون لها تأثير كبير. علينا أخذ الجذر التربيعي لهذه العبارة وهي b على ax زائد أو ناقص b على ax. ومرة أخرى انتبه، هذان خطي التقارب اللذان أعدت رسمهما هنا، هذا وهذا، لكن في هذه الحالة سيكون الناتج أكبر بقليل من هذا الخط، ففي الربع الموجب سيكون في الأعلى هنا وفي الأسفل هنا. طريقة أخرى للتفكير في هذه الحالة، عندما يكون القطع الزائد عمودي أي مفتوح للأعلى، ستلاحظ أن X يمكن أن تساوي صفر، Y لن تساوي صفر أبدا، وهذا منطقي أيضا، لأننا إذا نظرنا إلى الصيغة الأصلية هنا، X يمكن أن تساوي صفر، إذا كانت X تساوي صفر فيمكن أن نجد Y، لكن إذا كانت Y تساوي صفر يكون لدينا ناقص X تربيع على A تربيع يساوي واحد، وبالتالي يصبح لدينا x تربيع يساوي ناقص a تربيع، ونحن لا نتعامل مع الأعداد الوهمية، إذن لا يمكننا تربيع عدد ونحصل على عدد سالب، ومرة أخرى سيكون هذا مستحيلا. إذن هذا هو المفتاح الآخر الذي يخبرنا بأنه مفتوح للأعلى والأسفل، لأنه في هذه الحالة y لا يمكن أن تساوي صفر. على أي حال يمكن أن تكون قد ارتبكت قليلا لأنني بقيت أحصل على A و B. في العروض القادمة سأقوم بحل مجموعة أسئلة ورسم العديد من القطاعات الزائدة والقطاعات الناقصة والدوائر مع أعداد فعلية. أراكم قريباً.